بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنكمل إن شاء الله. دلوقتي يا باشمهندس عاطف عايزين نمسح الكلام ده. ما كده عملت إيه؟ مليت الرسم كله في مساحة الرسم بتاعتي، كنت ضغط كلمة بسرعة على البقرة بتاعت المهندس، تمام؟ عايز أمسح بقى الكلام ده، أمسحه إزاي؟ ممكن أزود زوم لبره كده، وأقوم واخد إيه؟ نافذة كده، خلاص ضمته في الكل. هو قايل له ديليت من الكيبورد او اي انتر، تمام؟ اي واحده فيهم هتمسح لك الكلام ده. بيقول لك دي 27 فولد، بيحدد لك عدد الاوبجكتس اللي هو ايه. صح. طيب عايزين نرسم بقى السيركل. احنا خدنا اللاين وخدنا الريكتانجل، هناخد دلوقتي الايه السيركل. سيركل سي انتر او تختارها من الريبون او من الدرو. نجيبها المره دي من الدرو سيركل. هتخش هتختار واحده من دول. ايا كان، تمام. طيب هناخد الديفولت اللي اول واحده دي. سي انتر. بقول لك سبيسيفاي سنتر بوينت فور سيركل. ايوه سبيسيفاي سنتر بوينت فور سيركل اور 3 بي اور 2 بي اور تي تي ار اللي هي تانجنت تانجنت ريديوس. تانجنت ريديوس ماشي. هناخد نفس ده الاول وبعد كده ناخد ماشي. بيقول لك سبيسيفاي السنتر. ايوه السنتر ده عباره عن ايه؟ مركز الدايره. مركز الدايره ده بيبقى خط ولا نقطه ولا ايه؟ نقطه صح، بتمثل بنص قطر يعني. طيب النقطه دي ممكن ندخلها بكام طريقه؟ احنا بنراجع على ثلاث طرق صح. ثلاث طرق يا اما تلقط له نقطه زي بالسناب زي ما هنشوف بعد كده، يعني احداثيات، يا اما احداثيات او نقطه بالماوس في مكان فاضي كده في اي حته فاضيه. تمام. طيب احنا عايزينها تبقى مثلا على نقطه الاصل. نقطة الأصل اللي هو صفر وصفر، فممكن أنا بدل ما أضغط بالماوس أقوم كاتب له صفر وصفر. زيرو كوما زيرو. راح لقطها فين؟ ماشي. على الصفر وصفر. تاني حاجة عاوز يدخل الراديوس. الراديوس. الراديوس ده برضه بيبقى عبارة عن إيه؟ يا إما نقط. لا إما نقطتين. لا إما الديسبليسمنت بتكتب له الرقم على طول، يعني أنا عايز الراديوس يبقى 50 مثلا. 50 هضغط 50 انتر. تمام. طب صغيره او عايز املى بيها التكك للكم بسرعه على بكره الموت. تمام. اصغر شويه كده، انا بقيت في زوم قريب من الرسم المفروض. تمام كده. طب انا مش مصدقك، عادي خالص. دايمنشن ويس من جوه بقى. هنجيب الريديوس اهوت. الريديوس اهوت عايز تجيب دايمتر. ماشي. احنا عاملين الريديوس 50، يبقى دايمتر كام؟ 100. هتحدد الاوبجكت، وهنا بيقول لك فين الاوبجكت او السيركل اللي عايز تحققها على طول. كده بقت كام يا باشا؟ فاي. وحاطط لك ايه؟ علامة الدايمتر. تمام؟ مظبوط. وممكن تحطه من جوه. طبعا قائمة الدايمنشن براحتنا هنقعد فيها شوية يعني. فاحنا دلوقتي بس زي ما احنا. طيب سيركل تاني. خد بالك في سهم هنا تحت السيركل، لو ضغطت عليه هيفتح لك الايه؟ الطرق بتاعت رسم السيركل زي اللي ما كانت موجوده في درو. طيب سي انتر. القط اي نقطه. القط اي نقطه اللي هو مركز الدائره. طيب هيبقى هنا. شوف يقول لك ايه بقى؟ سبيسيفاي الراديوس اور ايه؟ اور دايمتر. سبيسيفاي الراديوس عارفينها. هضغط كده هيتعتبر ده الريديوس بتاعي. او اضغط 50 انت قيم. طيب هو قال لك هنا اور ايه؟ دايمتر. اور دايمتر. طيب انا عايز الدايمتر يبقى مثلا 200. يبقى الريديوس كام؟ 100. طب عايز الريديوس يبقى 100، يبقى الدايمتر كام؟ 200. طب ليه بقى هو حط لك الدايمتر ده في اوبشن مع انك عارف ان الراديوس نص الدايمتر والدايمتر ضعف الراديوس؟ ايه يعني الفايده بتاعت ان يحط لك الدايمتر انه يسهل عليك؟ ايه اللي يسهله عليك انه يخليك تختار الدايمتر؟ لا قول لي سؤال تاني. يعني انا عندي دايره 200 عايز ارسمها. دايره اكتب دايمتر 200. ممكن اكتب دايمتر 200 او اكتب راديوس 100. صح؟ طيب ايه اللي قال لك لا هم مش حاطينها هنا اعتباطا كده؟ هم حاطينها لان في ارقام بتبقى دقيقه جدا، فمش هتقعد تضيع وقت وتقسم. يعني افرض انا عايز ابقى الدايمتر 200.978
تقعد بقى تقسم بقى وتشوف الريديوز كذا وتعمل وايه وممكن الكالكوليتور اللي انت بتحسب بقى تديك ايرور او تديك تقريب تقريب فتقريب فتقريب فدي مشكلة بالذات في ميكانيكا. تمام واخد بالك حلو وسط تيجي تركب شافت في مكنه ولا حاجه تلاقي القطر بتاعه مل مايكرو نعم. ولو حاجه هتشحطها ولا بتاع دي بتبقى معموله بالاونسز دقيقه جدا مصد. فهي دي فايده الدايمتر. افرض انا هقول له الدايمتر دلوقتي بعد اذنك انا عايز الدايمتر يبقى كام؟ 200. انا ممكن احددها له كديسبليس من نقطتين كده. لو انا ضغطت هنا كده هيعتبر ان ده الدايمتر. خد بالك يعني هو معتبر الايه؟ معتبر ان ده كده تشوف الضعف المسافه طالع بره المسافه اللي جوه الدايره قد المسافه خط البطانيه. لا انا هكتب له مثلا كام؟ 200.985 20. طيب هنخليها 20.985 زي الفل ماشي. ده كده الدايمتر. طيب انتر. طب لو جيت اقيس الراديوس دلوقتي هو كده يبقى 10 شويه 10 بدل 9.85 هتلاقي بقى عرفت فايده ال 10 ونص. بص ايات واخد بالك. فبدل ما انت تقعد تقسم وتعمل والكلام ده هي جاهزه معاك. يبقى لو انت بترسم رسمه ومعاك كتاب الرسم الهندسي بتاعك بتاع اعدادي وبترسم رسمه مديك الدايمتر خش بالدايمتر مديك الريديوس خش بالريديوس وما تضيعش وقت واحد دماغك. تمام كده. تمام احنا بنقول فايدتك الحاجات دي عشان تيجي في دماغك وانت بترسم تبقى انت عارف هتعمل ايه. فبنفصل قوي في الحاجات دي عشان بعد كده نرتاح ان شاء الله. طيب لسه في اوبشنات ثانيه هختار سيرك. قال لك 3 بي في 3 بي دي المفروض انها 3 بوينت يعني 2 بوينت بمعلومه 3 نقط او 3 نقط. الله ينور عليك. انا هفترض ان انا عندي 3 نقط اهو كويس هو اي حاجه كده يعني اي شكل كده اقول له سي انتر اقفل الشاشه. عايز ارسم دايره بتمر برؤوس الايه بس المثلث ده بس هقول له ايه بقى المره دي اللي هي سيركيز بس فايس سنتر بوينت سنتر بوينت هتعمل لك 3 بقى على طول اوتوماتيك هيجيب لك 3 اضلاع او قال لك حددهم الاول. اللي فين ال 3 بي ادي واحده فين الثاني ادي الثانيه. شوف كده الدايره ابتدت تظهر معايا بس عايز النقطه الثالثه. طب انت عايزها تمس من جوه بقى هم دول 3 نقط واقعين على محيط الدايره ماشي كده اترسمت ولا لا؟ اترسمت. يبقى انت كده عملت الدايره تحوي المثلث او رؤوس المثلث تقع على محيط الايه الدايره. طب عايز تعكس. طيب عندي لاين كده عايز تخلي الدايره جوه المثلث ماشي مفيش مشكله هنعمل سهل هنعمل اه سهل. تمام هنعملها ازاي بقى؟ المفروض انها تانجنت. هتقوم قايل له اهي لما هي انت عايزها من الداخل واخد بالك. سيبك من التانجنت دلوقتي ماشي. بنعتذر يا جماعه انا اسف على الفيلم كومبوي زميلها باشمهندس سلامه. تمام متصبح على مرسي احلى مسا عليه مره ومليون 3 بي هناخد 3 بي برضه. تمام مش هي بتمس من الداخل لا هتمس من الداخل هتمس له الثلاث اضلاع دول. هتمس لو ده مثلث منتظم هناخد المنتصفات على طول لكن ده مثلث مش منتظم. واخد بالك يعني انا فاهم قصدي دلوقتي انت فاهم قصدي يعني ده مثلا ده لاين انا هطلع على زاويه كده بعد اذنك 45 كده 50 ماشي الكلام وهنزل كده على زاويه 45 طبعا هتبقى زاويه كلها ايه 90 ماشي دي كده كام 45 من ده ادي يا عم كام 50 يلا قفل لي الشكل سي سي انت على طول. تمام هو هنرسم كده 3 بي هنشوف كده لحظه هات لي هنا لسه شويه كده لسه مش هقطع لا مش هتيجي لان دي مش متساوي الاضلاع هو لازم يبقى ده متساوي الساقين احنا عايزين متساوي الايه؟ متساوي الاضلاع. متساوي الاضلاع يبقى كل زاويه 60 زوايا كلها بتبقى كام 60 نرسمه تاني حاجات اللي هنرسمه الواحد ينسى عفى عليا الزمن لا ما بتتنساش بس بتاخد وقت عم تسترجع يعني اعمل بقى اي زاويه كده كام كده زاويه كام هي تاخد بالك يا جماعه انا عشان افعلها وهنعرف الكلام ده بعدين هنعرفه بعدين ان شاء الله خليه بالزاويه
نعرفه بعدين ان شاء الله. تحيات نخليه بس يحس بالايه المضاعفات ال 30 اللي هي هيجيب لي 60 كده كده 60 هنطلع على ده كام 50 حلو وانزل على دي كام نفس ال 50 من 300 ديت اللي هي 360 ناقص 60 فمضاعفات ال 60 اهي 50 برضه اه بعد اذنك اقفل لي الشكل سي انت هو ده متساوي الصغير لا سؤال الله يلا عايز تمس من الداخل اهو اهو لا احنا ماخدناش ال 3 بي ماخدناش ال 3 بي اه ماشي هنمسح ده كده هنطلع نستدعي السيركل كنا رسمناها دلوقتي اهو 3 بي الاول ايوه هنا بس هنا تمام كده بس عشان تبص يبقى لازم يكون متساوي طيب افرض انا عايز ارسمها من الداخل بس المثلث مش ايه مش متساوي مش متساوي زي المثلث اللي هنا تتعمل ازاي تتعمل ولا ما تتعملش الاول اه طبعا اي حاجه بس انت عارف تعملها ازاي انا هقول لك السنتر بتاع المثلث لا مش هتعرف تجيبه لا مش هتعرف تجيبه نصف ماشي ماشي يعني انا فاهم قصدك هتعمل تقاطعات من هنا وتجيب النقطه دي بس مش دي برضه لان المسافات مش هتبقى متساويه بين كل ضلع والتاني من النقطه لكل ضلع طب نفكر هقول لك انا هتعمل ايه خليها معاك دلوقتي في دماغك ماشي وهقول لك تعملها ازاي انا هفترض دلوقتي عشان ارسم بقى انقل على 2 بي احنا بناخد كل خيار لوحده انا عندي اهوت مثلا كان عندي لاين كده كان عامل كده مثلا تمام وفي امر هتاخده كمان يومين ولا حاجه اسمه بريك بيقطع الشكل من هنا مثلا لهنا تمام الكلام ما شاء الله عايز هنا بقى في ايه فاضي عايز ارسم دايره تمر بالنقطتين دول النقطتين دول بس مش تمر بيهم وبس ده يبقى لحد ما تروح يبقى الدياجونال بتاعها دول مرتكزات او رؤوس القطر بتاعها تمام اه ادي هنا هختار ايه بقى 2B هنا دي فايده ال2B بترسمه في حاله لما يكون عندك نقطتين هيكونوا دايجونال لدايره في الدايره تمام هاخد ال2B هقف هنا شوف بقى وانا بفتح بص الدايره بتكبر ازاي لحد هنا بيحدد لك النقطه الله يبقى المسافه من هنا لهنا تعتبر بعيد دايره يبقى النقطه دي والنقطه دي واقعين على قطر تمام قطر الايه طبعا الدايره ليها عدد لا نهائي من الاقطار تمام فده احد اقطار الدايره دول هيبقوا دول النقطتين فيه ماشي الكلام يبقى دي فايده التوبي في حاجه بقى اسمها تانجنت ريديوس ايه بقى التانجنت ريديوس ديت هنفترض ان انا كان عندي خط جميل وظريف كده عامل كده تمام وفي حاجه كده وانا عايز ارسم دايره تمس. الجزء ده كده تمس الخطين دول ماشي لو واحد ما يعرفش امر فيلت هيقول لك انا عايز اكسر الشارب كورنر ديت واخليها ايه بكيرف بالفيلت هو ما يعرفش لسه امر فيلت ممكن نعملها دايره وبعدين افجر الشكل وامسح ال واحنا يعني مثلا واحده انا هختار السيركل بس هخش المره دي في ايه بقى قبل ما اضغط السنتر بتاع الدايره لا اخش في الاوبشن بتاع تي تي ار اللي هو تانجنت ريديوس اهو بيقول لك ايه بقى سبيسيفاي بوينت اون اوبجكت فور فيرست تانجنت ايوه بيقول لك فين التانجنت الاولاني هتقول له انا عايز يمس ده اي نقطه أيوة. عليه خد بالك ايوه طب فين التانجنت الثاني اهو سكند تانجنت اهو طب الريديوس كام بقى هو حاطط لنفسه رقم كده ديفولت انت موافق عليه موافق مش موافق اديله رقم تاني عايز انت كام؟ اعملها 50 هيبقى كبير مش عارف هيعرف تنفذه ولا لا اترسمت ولا لا؟ اترسمت ولا لا؟ طب شوف الدايره دي هل مست الضلع ده فعلا؟ مسات ومست الضلع ده فعلا مست لو جبت اسم نص قطر هنا هتلاقي 50 وصلت لو واحد بقى مش عارف يقول لك ايه ده انا هقطع بقى زي ما هناخد كمان بكره ان شاء الله تمام ويقول لك ايه انا هقطع بقى الجزء ده واقطع ده واقطع ده يبقى انا كده عملت ايه فيلت هنقول له لا انت كده ما انتش حلو لان الفيلت بيتعمل بامر تاني اسمه فيلت واسمه فيلت وجاهز على طول طيب نيجي بقى على ايه انا عملت اندو يا جماعه كنترول زد اندو يا اما تكتب يو انتر
كليك اندو او بالسهم او كنترول زد او بالسهم اللي هنا كليك اندو وده طبعا الريدو تمام جميل طيب. بس انت جامد يا باشمهندس الله يحفظك انت بسم الله ما شاء الله عليك والله يا باشا احنا لسه في الخفيف ده انت هتشوفنا دلوقتي لما نخش في التير هتلاقي بقى المعلومات بتنهي العالم بتنهي ان شاء الله مش هتوه ان شاء الله إيه عايزين بقى نعمل حته بتاعه الفرنسا وهو مفكر مثلا ان هو ايه المنصة مش عارف يعملها او كده فطبعا احنا بنقول له باشمهندس عاطف يعني عيب عليك عايزين بقى نعمل دايره تمس من الداخل لمثلث مش منتظم سهله جدا بعون سهله جدا بالبول لاين يا باشا لا طب في سيركل برضه انا هخش في سيركل اهو انا عايزه يمس الثلاثه صح اه يبقى تانجنت 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 ثلاثه تانجنت طب في الخيارات هنا ثلاثه تانجنت ممكن نعمل اثنين تانجنت وبعدين نعمل كمان تانجنت ونكمله احنا كده ايه بنحك يا عم بختار نعمل تانجنت واحده كده للاسف مفيش تانجنت 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 طب هنعمل ايه هنتحايل عليه هنقول له والله بص احنا عندنا في خيارات 3 بي و 2 بي وتانجنت تانجنت ممكن اقول لك حاجه اتفضل ممكن ممكن اشتغل على انها هتمس الخطين دول بس لا لو هي 2 بي بس وبعدين مش عارف ممكن نعملها يعني اقصد ايه فاهمني يعني انا فاهم ناخد الضلعين دول كواحده تمام والضلعين الثاني زي ما بتاعها او انها انت كده انت كده عملت دايرتين احنا عايزين بس واحده بنفس بعض مش هيكملوا بعض يعني تمام ماشي انت عايز تعمل ارك يعني ارك تعمل قوس وتلحمه في القوس الثاني اه ماشي بس ده هيبقى حل يعني خلاص خلاص خلينا في الحل الهندسي وبرضه هتختلف مركز الارك ده عن مركز الارك ده ومش هتلحق هتبقى صعبه جدا اقول لك ايه هي ليها حلين الحل الاولاني هنقول له هو التماس اللي بيحصل بين الدايره وخط بيحصل في نقطه ولا بيحصل في ايه في نقطه صح يبقى اختار 3 بي ثلاث نقط اه لان هي هتمس ده في نقطه وده في نقطه وده في نقطه يبقى انا هحدد له عرفت احدد له الثلاث نقط دول هيرسم الدايره وش يبقى انا هخش اوبشن 3 بي ايوه طب حددها له يلا المشكله انا مش عارف فهم قايله الخط ده هو نفسه اه هات هات النقطه المنتصف بتاعته ما هو ده مش منتظم المثلث ده مش منتظم زي متساوي الاضلاع هنعمل ايه هنعمل ايه هنقول له تان تان بيقول لك ايه فيرست بوينت هقول له الفيرست بوينت دي عباره عن تان تي اي ان تي اي ان كتبت له تان قال لك تان تو مين تو ده اه طب والنقطه الثانيه تان برضو تان تو مين ده تو ده طب والثالثه تان برضو تان تو مين الثالثه تو ده اه يعني الامر ده جديد وحلو اترسمت ولا ما اترسمتش مش مهندس احمد الشامي هيا في الاختبار يا جماعه الله يعزك كمل ده في طريقه ثانيه قول لي في طريقه كمان اسهل من كده افرض انا في الاوبشنز نعم بس ده برضه مش ثلاثه قد بعض انا كنت اتمنى ان شركه اوتوديسك تعالج الحته دي تكتب كل الاوبشنات بتاعه السيركل مع بعض كوماند لاين لكن للاسف هي مش كاتباهم كله فاذا هضطر بقى نخش في الريبون او نخش في القوائم شوف كده انا همسح الدايره دي اي انتر او ديليت من الكيبورد اي حاجه هنخش هنا درو بص اما هاجي على سيركل هتلاقي في حاجه اسمها هنا ايه تان 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 هي دي اللي هو حاططه لك في الخيارات ركز معايا 3 بي و 2 بي وتان تان ريديوس طبعا السنتر والريديوس دي الاصليه والديامتر دي لما بتخش في تلقط نقطه السنتر يقول لك لا اما ريديوس يا اما دايمتر ومديك في الخيارات بقى في الاول 2 بي و 3 بي وتان تان تان دي مش حاططها ليه مش عارف انا مش عارف طيب هي كده موجوده ان شاء الله يا باشمهندس انت كده بتعدل على الاوتو ديسك كمان ايوه التطوير اللي هم بيعملوه فيه بسم الله ابعت لهم الكلام ده في رساله على الموقع هم بصراحه بيسمعوا بالكلام ده هم بيشكروك كمان معلومه عادي مفيش مشاكل وده في اسم فارس هو انا اظن ان ممكن هو مش عايز ياخد الكوماند لاين يبقى مش عايزه مساحه مش هتاخد مش عايز شكله طويل لان الثلاثه بس هو لو كتب الاختصار تي 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 حتى بس تمام تمام المهم هي مقبول تمام هي موجوده هنا وساعات بتلاقي اصلا الكوماند بتلاقيه واخد اثنين سطر يعني هناخد تان تان تان
خلاص حق الثلاث مواد على طول. يلا سهله بقى اسهلك. بس وصلت الدرج وموجوده برضه لو انت دخلتي بعون الله عليك. تمام تمام الكلام تمام تمام كده يعتبر خلصنا عمر سيركل. انا مش عارف احنا المده كده خدنا قد ايه 20 دقيقه. طيب نكمل حاجه كمان. طيب تمام كده امر ايه سيركل. امر ارك هو امر القوس وبصراحه مش بناخد منه حاجه, بناخد منه حاجات بسيطه جدا جدا يعني ما حدش بيشتغل بيه اصلا. يعني الار البول لاين كل اللي موجود فيه ده, كل اللي موجود فيه ده احنا بنشغل منه حاجتين ثلاثه واخد بالك. هو ما بنستخدموش اصلا, معظم استخدامنا بيبقى السيركل ونقطع منها واخد بالك. طيب نقوله برضو بسرعه ونلعب في الحاجات ديت نشوف ايه اللي هنعمل. ارك اختصاره طيب. الارك اختصاره ايه انتر ايه انتر ارك او من الارك اللي موجوده في الريبون او درو ارك ارك سبيسيفاي ستارت بوينت اوف ارك فور ايه سنتر. في طرق للايه لرسم الارك. انت هتمشي ايه المعلومه عندك, انت عندك اهوت الرسمة الهندسية موجودة في الكتاب ومديك سنتر خش بالسنتر, مديك نقط خش بالنقط. طيب انا هشتغل بالايه بالاصل بتاع هقطع دي نقطة, قال لك السكند بوينت ادي التانية طب التالتة فين ادي اي حاجة بقى. تمام كده انا رسمت بايه في الارك واخد بالك. خد بالك الارك ممكن تعمل بيه الباب بتاع عمارة زي ما الباشمهندس محمود عبد الرزاق كان بيشرح برضه, ده تطبيق على الارك. يعني ممكن تعمل ايه الارك اهو بنوع الاماكن الفرق بينه وبين البول لاين تعمله كده يعني كده تقريبا في النص هنا وكده. تمام هو طبعا كان رسم الاول الرسم الاول الطلعين دول وبعد كده ايه ده كده الحب بتاع ده في اللوحه كده اللوحه بتاعتها مش غريبه. ممكن يترسم بكذا طريقه. انا دلوقتي دخلت له ثلاثه بتظنط من النص هنا وكده. لا ده ممكن تعمله بحاجه تانية. ممكن تشيل ده خالص الليت. في عندك حاجه اسمها هنا ايه ستارت وسنتر وين يعني بدايه النقطه ونصها ونهايتها. في ستارت هنا بقى هناخد واحده من دول ستارت واند اللي معلومه عندي الستارت والاند وهلعب بقى انا بالايه باي حاجه من دول. هاخد ستارت واند دايركشن مثلا ادي ستارت اند دايركشن. بص انا بعمل ايه دلوقتي, انا حددت له الستارت والاند وبلعب في الكيرفيتشر التكور بتاع القوس كده. انا بلعب في الايه في التكور بتاع القوس مثلا دي مناسبة خلاص خلاص عملها لك سموث اهيت وبقت شكلها زي الفل. تمام الكلام. في حاجة برضو كنت عايز اقول لك عليها, هي ليه الدايرة تحس ان لما بتزوم عليها تحس ان هي مضلعة كده مش دايرة. والله اخدت بالي منها. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تحدد ايوه لما تيجي تحدد النقط تظهر ان ده خط لوحده والخط والدايرة كمان راحت. ايوه لان الامر صفحه الاوتوكاد من كتر الشغل عليها زي ما بتقول بيحصل لها توقف فمحتاج تعمل له ريفرش. ريفرش في هنا امر ريفرش في الاوتوكاد زي الويندوز بالظبط. ار اي بس معنى ريفرش هنا معناها اسمها ريجينريت ريجين ماشي. ريجين دي تختصر هنا ار اي يعني ار اي هنا مش ريفرش لا ريجين. تمام ار اي شوف اول ما هضغط انتر لك ظبط الدنيا ظبط لك الدنيا تبقى سموث كده وشكلها كويس جميله كده ونعم ماشي. فانت ساعات واحنا شغالين لا ده ساعات بيحصل حاجه كمان واحنا شغالين ساعات لما تيجي تزوم هنا تلاقي النقطه دي مش جايه بالظبط اهي انا ابيض. فواحد يقول لك ايه ده يا عم انت رسمك وحش ومش مظبوط. لا ده بس الموديل عايز يتعمل له ايه ريجن ار اي شوف احنا ما كناش عاملينها صح ولا ايه ما كانتش جايه بعد كده
احنا ممكن احنا نقول لهم نقطه غلط اصلا من الاول. لا لا خلاص على بال الاول نرست نتعلم عليها. وبرضه خد بالك احنا فاتحين حاجات كتير وبنسجل فالجهاز فعلا تقيل. جهاز تقيل فعلا يعني الحركه دي ما تحصلش خالص وانت لسه فاتح الجهاز خالص. تمام بس انا مش عارف يلقط مش عارف يلقط النيرست يعني. ده بص لما باجي اسجل بيجي هنا بص بيعمل لي ايه؟ شوف العلامه دي الخضره دي المفروض تبقى على الخط. اه فحصل تهويه في تهنيج دلوقتي. تمام فدي مش حاجه طيب. وبعدين المهم لو جيت انت مثلا بترسم لاين كده كده وعايز انزل لحد ايه ما يقطع هنا يجي هنا شوف الاكس دي المفروض تبقى فين؟ الاكس اللي بتظهر دي المفروض تبقى على الخط واخد بالك؟ شوف طلعت فين؟ فده معناه ان الايه؟ الجهاز مهنج حاليا. اعمل ار اي كده ممكن تظبط ما ظبطتش هو في تو في تو حاليا كتبته ده ستارت واند وايه؟ خدنا ايه دلوقتي وانجل خدنا ستارت واند وانجل ستارت ودي انت برضه الانجل برضه لا هتديله حاجه برضه بس ايه المره دي هتديله مش التقور بقى هتديله الانجل اللي هو ايه هيبقى عليها اللي شايف الضلع اللي انا طالع من الممس دوت واخد بالك ده عايز زاويته تبقى كام عايزه مثلا يبقى كده مثلا كده كام 72 76 مظبوط حلو قوي شغال لعب بقى في الحاجات دي واخد بالك عندك ارك تاني في ارك اللي هو الطبيعي اللي هو 3 بوينت تحدد له 3 بوينت بيمر بيهم ده كده 3 بوينت معروف. طب في ارك ايه بقى؟ في ستارت وسنتر واند. طيب ستارت سنتر واند شوف ده حصل تاني شوف شايف دي؟ ايوه ده تهنيجة الجهاز لان احنا بنسجل يا جماعه وفي نت مفتوح وفي حاجات ياما فمعلش هنحاول كده نعمل دي جين بس هي مش جايبه خالص احنا ممكن نعمل كده بسهوله خالص ونراجع خالص. طبعا اللي انا قفلتها ديت الاكس دي بتاعت الايه صفحه الرسم مش البرنامج. البرنامج مفتوح زي ما هو على نقفل ده من غير ما سيف طبعا ماشي الكلام ونفتحه تاني هو موجود عندي في الريسم ده هو شوف ده الوقت قد ايه الوقت كده بقى كمان مع طبعا ماشي احنا هنعمل بس بسرعه شويه اركات كده ونبقى كده خلصنا الارقام هنحاول دلوقتي نفسي ان شاء الله تكون الدنيا مظبوطه هنعمل ايه واحد كده واحد كده هنعمل الاركات بتاعتنا الجميله ارك احنا خدنا خلاص ده عايزين ستارت وسنتر وانجل ستارت السنتر مثلا يبقى هنا والانجل بقى ايه اديله بقى الانجل بتاع الايه عايز كام خد بالك بقى عايز قد ايه من الدايره يترسم واخد بالك يعني لو قلت له 360 يبقى انت اكن ده السنتر بتاعك ايوه انت عاوز ربع الدايره يترسم مثلا يبقى 90 مثلا ولا كام ولا انت عايز نص الدايره يبقى 180 انا هقول له كده 90 شوف كده رسم لي ايه ربع الدايره ربع الدايره خد بالك هو ليه رسمه هنا ما رسموش هنا ليه رسموا كده؟ ما رسموش كده. لأن الأرك أيوة بيمشي كونتر كلوك كويس من السنتر للإند. واخد بالك؟ الله ينور عليك. يبقى ليه هو عمله؟ طب افرض أنا عملته سالب 90 يعني قمت قايل له كده أرك أهو ستارت وسنتر وأنجل. هيمشي عكس اتجاهه الطبيعي. أدي الستارت وأدي السنتر بس قمت قايل له إيه؟ هو هيمشي على ده؟ لا قمت قايل له سالب ناقص رسمه من تحت واخد بالك؟ يبقى ده كده ايه؟ طبعا انت تقعد انت بقى تلعب في الحاجات ديت ستارت وسنتر ولينس هتقول له ستارت وسنتر ولينس عايز بقى طول القوس هنا بقى طول القوس اللي هيحكمك واخد بالك؟ طول القوس اللي هيحكمك انت عارف هو بيقول لك ايه بص سبيسيفاي لينس اوف كورد هولد كنترول تو سويتش دايركشن لازم ايه؟ انك ضغط كنترول كده بيجيب لك الايه ده كده بيجيب لك جايدز لل
هو الجهاز برضو مهم يعني. مش مهم. المهم الاركاد ديت كلها ما احنا ما بنستخدمش حاجه منها الا يعني ستارت واند دايركشن ده ممكن 3 بوينت ممكن برضو والستارت واند اقف شويه من غير على البتاع بيجيب لك اشكال مقلبه يعني اقف استنى اه ايوه دي الاوتوكاد الجديد بيضيف لك الحاجات دي يعمل لك حاجه ميكانيزم كده ازاي تنفذ الامر الصوره وقت حاجه جميله طبعا اهوت كل حاجه بتقف في الديسك يا جماعه والله اه ده حاجه كويسه بصراحه ممكن تبدا بقى بالسنتر يعني هي تبديل وتوفيق لا تبدا بالستارت لا تبدا بالستارت ومعاك سنتر لا تبدا بالستارت ومعاك انت وتلعب بقى تلعب في الايه في الانجل والدايركشن واللينس وهنا تبدا بالسنتر ماشي كونتينوس ده هيعمل لك ايه هيعمل لك على اخر ارك انت عامله هيمشي لك عليه بص اهو لما نمشي خلاص ثبته كمل عليه بص اهو كمل لك على ايه على اخر ارك انا كنت عامله واخد بالك احنا بنستخدم ايه في ارك تقريبا ما بستخدمش انا عن نفسي انا ما بستخدمش حاجه منه خالص وانت برضو لو في اي حاجه معاك فيه قول لي يعني احنا كده نكون خلصنا النهارده ان شاء الله نمسح الكلام ده النهارده ان شاء الله نكون خلصنا احنا خدنا الارك وخدنا السيركل واللاين والريكتانجل و بعض اوامر الزوم واوامر بقى لسه حاجات كتير احنا هنخلص الدروب كله اوامر الدروب كلها واحنا شغالين هناخد بعض الاوامر في الموديفاير اللي هتلزمنا في الشغل بتاعنا وحل الاكسرسايز بتاعنا لازم نحل الاكسرسايز ولازم نشتغل على الشغل بتاعنا البطول اه وماله مش عارف وماله بس البي اف دي خد بالك اسهل من احنا بس هنوقف على كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته